هيكون معانا ضيفتي اللايف كوتش مروه محمود، اهلا بيك يا استاذه مروه. اهلا بيك يا إمام. اهلا بيك. طبعا اختيار شريك الحياه ده موضوع لا بيبطل ولا بنبطله لان ما فيش جواز بيبطل فكل يوم في جواز يعني كل يوم بنختار شريك حياه. عايز اعرف من وجهه نظرك انت يا مروه بقى في حلقتنا النهارده ايه المعايير او ايه النقط المهمه او ايه الحاجات المهمه لما باجي اختار شريك الحياه لازم اكون عينيا كده في وسط راسي الحاجات اللي اختارها ازاي حلوه قوي يا يعني زي ما انت قلتي كده هو موضوع شائك جدا مش هنبطل نتكلم فيه ودايما محتاجين نراجع معاييرنا الشخصيه وقيمنا علشان نقدر نقول احنا عندنا ايه من المعايير في اختيار الشريك الحياه اول حاجه دايما بقولها اه نبطل اه التابوت بتاع الاختيارات بناء عن نواقص في احتياجات معينة أو عن تجارب ناس سابقة يعني اختيار مقنع الاختيار اللي جاي من تجارب ناس آخرين أو سمعت عن علاقات معينة سواء كانت ناجحة أو فشلة فأنا بختار على حسب ما سمعت لا أنا محتاج أن أنا أشوف وقف قدام احتياجي أنا الحقيقي يعني هو مثلا أنا مين علشان أعرف أختار الشخص اللي قدامي فالمعايير كتيرة جدا من أول إن أنا أعرف قيمي أعرف أنا بحب إيه ما بحبش إيه وأبقى عارف إن أنا داخل في حالة من الشراكة يعني الحياة الزوجية دي نوع من الشراكة فيها خدوهات مش رايح أحقق طموحاتي في شخص آخر وده اللي بيوقعنا كتير في ان انا ببني سقف طموحات وتوقعات ممكن بسهوله جدا تلاقي ان الشخص الاخر لو ما فضلش يحققها لي بتقع العلاقه مع وقوع التوقعات يعني احنا دايما كنا بنتكلم في حلقاتنا عن الاحتياجات دي حاجه احنا يعني مش متربيين عليها ان احنا لازم افهم بنتي يعني ايه احتياجات يعني احنا دايما بنسمع من البنات انا عايزه كذا أنا عايزة أتجوز واحد وسيم، أنا عايزة أتجوز واحد مثقف، أنا عايزة أتجوز واحد ويعيشني بره، أنا عايزة أ... يعني عايزة عايزة لكن هي مش فاهمة احتياجاتها هي ايه اللي اللي أنا محتاجاه في الشخص ده، فيمكن دايما بنعمل توعية دايما في برنامج عن حتة الاحتياجات دي وكمان يا إيمان خليني أقول كمان وأنوه عند الاحتياجات الحقيقية مش الاحتياجات اللي متصدرة يعني مثلاً آه. لما تقعدي مع شاب أو أو شابة في أول الخطوبة هي بتدور زي ما انت قلتي كده عن وسيم يكون بيقدر يخرجني بيجيب لي طلباتي بيبسطني وهو بيدور على واحدة ممكن تكون شيك وواجهة كويسة لي بننسى نبص على احتياجات أكبر من كده آه بنسى بص إن أنا ممكن أفكر الشخص ده هيشيل مسؤوليتي ولا لأ يعني هو اصلا شخص مسؤول يعني انا مثلا بشوف بنات كتير ما بتفكرش في الراجل اللي معاها هل ده مسؤول هل هو في حياته حتى شكل حياته هو مسؤول يعني بيقدر يشيل مسؤوليه يعني حته المسؤوليه دي اللي بنلاقي فيها نسبه طلاق عاليه جدا دايما يقول لك اصل ما بيشيلش مسؤوليتي مش قادر يشيل مسؤوليه البيت فاحنا بنبص على الشكل <applause> العام آه. عارفة ليه إيمان؟ لإن إحنا زي ما قلت لك في بداية الحلقة كده إن إحنا بنختار اختيارات مقنعة، يعني أوه. أنا مثلاً بدور على شخص يكون آه لطيف، يبدو في الأول لطيف، آه بي ما بيقوليش لأ على حاجة، آه بيحب يبسطني وخلاص. بنسى أدور ورا ده إيه؟ يعني بنسى أدور هو لطيف في العموم ولا آه هو آه شخص بي بيعرف يقنن الأمور الصح من الغلط؟ طيب هو بيقدر ياخد قرارات هو بيقدر يشيل مسؤوليه مش مجرد في فتره الخطوبه احنا منسجمين مع بعض ملبي كل احتياجاتي السطحيه بالزبط. دلوقتي بالنسبة لي دي الفجوه اللي بتبان بعد الجواز طب خليني كده ايه يعني اخر سؤال دلوقتي فضل. من مروه ومروه لايف كوتش ومروه ست مثقفه وفاهمه ودارسه دلوقتي لما تيجي بنت تقول لك انا اختار ازاي شريك حياتي ده؟ انا قدامي كذا عرض وكذا اختيار بما ان بقى احنا ابتدينا نسمع بقى ايه لاهل العلم زيكم كده. يعني تقولي لي كده تبس بسيطه يعني اختيارات كده ايه ممكن تفتح ذهني لحته معينه، ممكن تخلي البنت تفكر بشكل مختلف. انا اختار هلو... بناء على ايه في الزمن ده اللي احنا عايشين فيه؟ بصي هو لازم ارفع وعي البنت او الولد الشاب او الشابه بال يعني ايه فكره الزواج اساسا يعني آه. يعني ايه شراكه يعني هو شريك الحياه ده معناها ايه لان احنا بنقف عند مساحه حد بيحبني وبحبه بنبدا الحياه مع بعض آه. هي مش واقفه عند العاطفه بس ايه الاوحش حاجه ممكن تكون في الشخص اللي قدامك اسوأ حاجة يعني وتقدري انك تستحمليها. مم. يعني احنا دايما بندور على الحاجات اللي بنحبها. آه. مش بندور على الحاجات الصعبة اللي ممكن استحملها في الشخص اللي قدامي. لأن بعد الشراكة وبداية مشوار الزواج بتبدأ تبان النقاط اللي بتخلي كل حد فينا يبقى حاسس في ايه ده؟ هو مش ده اللي أنا كنت عاوزه. لأن مفيش حد بيبين من البداية إيه أسوأ الصفات اللي فيه. فيش حد يبقى بيقول انا اول حاجه فيا كذا. يبقى علشان كده احنا محتاجين نرفع وعينا بان احنا نعرف نعبر عن نفسنا زي ما انا، يعني م. انا مش محتاجه اتجمل، يعني اول حاجه في المعيار ان احنا نختار شريك الحياه ازاي؟ اكون انا زي ما انا يا ايمان علشان اقدر اشوف الناس اللي شبهي فعلا اللي بتستحملني واستحملها زي ما احنا، مش بنتجمل واقنعه وبعدين بعد شويه هنزهق في كله ده هيتشال صح فتبدا المشاحنات تظهر بعد اول سنه جواز يعني اتمنى المشاحنات دي تظهر قبل الجواز عشان نقدر نفهم ونقدر نقارن اقدر اكمل معاه بالشخصيه دي طب مثلا ممكن يبقى عندي دي ده بيبقى صعب قوي ممكن بيبقى راجل عنده كبر فاللي هو مهما بيبقى يكون غلطان ما بيعترفش فانا دي كلها بالنسبه لي رات فلاجز علامات حمراء كده تخليني اقول لا وانا هستحمل ازاي بعد كده فاتمنى ان احنا يعني في بقيه الحلقه نتكلم في كل التفاصيل الصغيره دي اللي تساعد الشباب ان هم ازاي يختاروا الشريك المناسب شكرا ليك يا مروه نورتينا في حكاية شكرا ليك يا فندم مروه محمود اللايف كوتش